مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية، استعدادا لمباراة الديربي لاعبو النادي الافريقي يصلون الى مدينة المنستير. باش نشاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع ما تنساش مع الفيديو ابوني للشان يوتيوب نتاعنا باش توصلك كما قلنا اخر الاخبار الرياضية. وصل لاعب النادي الافريقي منذ قليل الى مدينه المنستير للدخول في التربص مغلق استعدادا للمواجهه اللي باش تجمعهم بالترجي الرياضي التونسي يوم الاحد 6 جانفي 2019 لحساب لقاء متاخر من الجوله 11 لمرحله الذهاب للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. يذكر ان الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه قررت تعيين لقاء الديربي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بعد تعذر اجراءه بملعب رادس ولا منزه، وكانت التسريبات قد أشارت إلى إمكانية تأجيل المواجهة بسبب رفض هيئة الترجي دخول 3600 فقط من أحبائه، خاصة وأنه عدد مشتركيه تجاوز 13000.